هذه الهواتف كل منكم الحين صار معه هاتف، وكل هالهواتف يسمونها الهواتف الذكية، يسمونها ببعض اللغات سمارت فون. هذه الأجهزة نعم ذكية، لكن ربما تحملها أناس غبية ترى فيها كل معصية وبلية. كم وقتك وانت تنظر في ترى في خدمة في هذا الأجهزة؟ مدة الاستخدام رح شوف كم تستخدم، كم ساعة في اليوم، كم ساعة في الأسبوع، وبماذا تستخدم؟ مثل ما هناك من يريد أن ينشر في الناس الخير، فيه من يريد أن ينشر في الناس الشر، فإذا به ينطلق في هذه البرامج. وأي برنامج؟ من برنامج كذا لبرنامج كذا لبرنامج كذا، كلها ملهية، ما بين غنى وما بين نساء عاريات وما بين أمور مخلات وما بين معاصي وذنوب، فهو يجمع، يرى ما يرضي الله، لا ما يغضب الله، يسمع ما يرضي الله، لا ما يغضب الله، وقته شغله في الطاعة، لا شغله في المعصية. إذن النفس اشغلها بما ينفعها، وإلا ستشغلك بما يضرك.